لازالت أصداء الاحتفال بذكرى 44 من حرب أكتوبر مسيطرة على مشاعر كل المصريين. بالأمس كان افتتاح فندق الماسا كابيتال، وعلى مدار الأيام المقبلة هيكون افتتاح مجموعة كبيرة من المشروعات، مشروعات كبيرة ومهمة تتخطى 25 مشروع ما بين طرق وكباري وبنية تحتية. النهاردة الفجر الرئيس السيسي تفقد عدد من الطرق الجديدة زي طريق بنها الحر. الحقيقة الصور مبهجة ومفرحة وبتدعو للفخر، والرئيس أشاد بجهود القائمين على تنفيذ المشروعات وأكد على أهمية مواصلة العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل الطرق، وأيضا شدد على أهمية تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل. معنا على الهاتف الأستاذ هاني يوسف المتحدث، هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء الخير يا استاذ هاني. مساء النور يا دكتور هاني، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، واحنا طبعا بنبارك كل المشروعات الجديده اللي بيقوم بيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعايز اعرف من حضرتك اهم هذه المشروعات في الخطه القادمه ان شاء الله، وخاصه في قطاع الاسكان. احنا عندنا في قطاع الاسكان في احتفالات 6 اكتوبر عندنا 25 مشروع جاهزين للافتتاح باستثمارات تقدر بحوالي 7 مليار جنيه. المشروعات دي فيها مشروعات اسكان اجتماعي حوالي 10,000 وحده موزعه على عدد كبير من المحافظات. عندنا كمان حوالي 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، من اهمها مشروع محطه مياه القاهره الجديده، وده مشروع كبير جدا بيخدم مدينه القاهره الجديده، وطاقه الانتاجيه للمحطه 500 متر مكعب في مرحلتها الاولى. المشروع ده كان بينفذ من فتره طويله وواجهته عدد كبير من العقبات، والحمد لله انتهينا من المرحله الاولى وشغالين دلوقتي في المرحله الثانيه اللي هي هتخدم التوسعات في مدينه القاهره الجديده وكذلك العاصمه الاداريه الجديده. عندنا محطه مياه كمان كبيره جدا، هي محطه مياه مدينه النصر، هتحل مشكلات اهالينا في محافظه التاهليه. عندنا عدد من الطرق والكباري والمشروعات اللي بتخدم اهالينا في سينا، زي مشروع انشاء 50 بيت بدوي، دي بيوت بدويه بنشئها لاهالينا في محافظتي جنوب وشمال سينا. عندنا عدد من المجمعات التنمويه، وديت مجمعات بننشئها احنا لاهالينا في البدو، سواء كانت البيوت السكنيه او الحظائر للمواشي بتاعتهم او استصلاح الارض اللي هيزرعوا فيها الزراعات المختلفه. فاحنا عندنا في صدارة الاسكان 25 مشروع دلوقتي جاهزين للافتتاح، هندشنهم قريبا ان شاء الله لمختلف سكان المحافظات. يمكن يا استاذ هاني ده يثبت للمواطن انه فعلا الدوله بتسعى لتحقيق الرفاهيه وحل مشكله المواطن، لانه من فتره كان المواطن بيقول احنا مش حاسين بانه في حاجه اتعملت لينا. انا بتهيالي ان ده هيثبت لكل المواطنين وللشعب المصري انه في انجاز بيحصل. صحيح انتوا سكتوا فتره، بس ظهر على الساحه كل هذه المشاريع والبنيه التحتيه. اعتقد يا فندم ان نغمه اللي كان بيرددها البعض ان الناس مش حاسه ديت بدات تلاشى حاليا. تمام. لو نظرنا واتكلمت، حتى تكون فرصه ان اتكلم بعيد عن شغل وزاره الاسكان، لو بصينا لقطاع زي قطاع الكهرباء والطفره الكبيره اللي حدثت فيه، ما عادش عندنا انقطاعات بل اصبح عندنا وفره في الكهرباء. ما عادش عندنا ازمه زي ازمات الغاز والبنزين، ما عادش عندنا ازمه زي ازمات العيش اللي كان البعض بيعايرنا بيها، قتيل طابور العيش وقتيل طابور انبوبه البوتاجاز. الحمد لله كل دي الازمات دي تلاشت. عندنا قطاع زي الاسكان الاجتماعي الحمد لله الدوله خطط فيه خطوات واسعه، واحنا قدامنا 3-4 سنين لو مشينا بالمعدل ده هنحل مشكله الاسكان في مصر. عندنا مشكله كبيره كانت بتؤرق المصريين كلهم، وهي مشكله العشوائيات، خطونا فيها خطوه كبيره، وان شاء الله السنه الجايه هننتهي من تطوير جميع المناطق العشوائيه غير الامنه، حتى يصبح اهالينا ساكنين في مساكن لائقه بيهم. والحمد لله الفتره الاخيره شفتوا جميعا ان الدوله اصبحت جاده في هذا القطاع، والمواطن لمس بايده سكن في الوحدات اللي نفذتها الدوله، سواء في الاسمرات او في بورسعيد او في سوهاج، في مختلف محافظات الجمهوريه، وحدات مؤسسه اول مره يعني مفروشه بالعفش غطل العنب وخلافه. عندنا القطاع ده الحمد لله بقى فيه طفره كبيره، ومشكله العشوائيات غير الامنه في مصر الى انتهاء قريبا ان شاء الله. بشكر حضرتك استاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان، ومعايا على التليفون سياده اللواء عادل ترك رئيس هيئه الطرق والكباري.
مساء الخير يا فندم. سيادة اللواء حضرتك أهلا بيك. سيادة اللواء عادل حضرتك كنت في مرافق لزيارة الرئيس النهاردة؟ لا أنا ما كنتش موجود. هو سيادة الرئيس جه من بدري قوي وإحنا ما كانش مخطط تواجدنا، لكن هو سيادته عدى على الطريق واطمأن على نهو الأعمال فيه. والحمد لله. طب حضرتك تشرح لنا كانت الزيارة عبارة عن ايه النهاردة؟ هو سيادته تواجد بعد الفجر بحاجة بسيطة مع اول ضوء، ودخل على الطريق ووصل لمحطة الرسوم وتفقدها بالكامل، والحمد لله يعني اطمأن ان الطريق انتهى، وده طريق بلدنا تعبت فيه قوي وكلفت فيه مبلغ كبير. الطريق ب 3.3 مليار جنيه، رقم مش بسيط، في 40 كيلو. الحمد لله انتهى واصبح جاهز. ده هيسهل على المواطنين كتير يا فندم. الطريق الزراعي طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان عليه كثافه عاليه، هو والطريق الدايري. ايوه. كان لازم نفرغ الحركه المروريه من الطريق الزراعي ومن الطريق الدايري، لان مدخل الزراعي تملي بيبقى واقف فبيوقف الطريق الدايري معاه. فالحمد لله ده هيجذب الحركه على الاقل 60% ومن 40 ل 60% من الحركه المروريه على الطريق الزراعي، القاهره اسكندريه الزراعي. وعلى فكره حجم العربيات بتوصل ل 160 الف عربيه يوم، رقم مش بسيط طبعا. احنا متوقعين ان هيجذب على الاقل 40%، يعني في حدود 60% او 50 الف قصدي عربيه يوم. ده رقم مش بسيط. الحمد لله مشروع جميل، هيعيد الراحه للمواطنين، هيوصل المواطن لبنها في ثلث ساعة أو نص ساعة لخمس دقايق. معلوش أي تقاطعات، طريق حر. عملنا 62 كوبري منافق عشان نتجنب أي تقاطعات تفادي للحوادث. أيوه. في المنطقة. عملنا ردمنا جسر الطريق عشان يبقى حر، وصلنا ل 14 مليون متر مكعب، رقم مش بسيط. أكيد. احنا طبعا باستكمال حتى جزء اللي واصل للطريق الزراعي وصلنا 16 مليون متر مكعب، رقم بيعدي من خلال الازقة والحواري والطرق التيئة، وخلصنا الحمد لله. معمول على اعلى مستوى تخطيط، اعلى كواليتي كنترول، اعلى كفاءة وجودة. احنا دلوقتي الفترة دي لغاية افتتاحه رسمي، احنا بنجود فيه، بنكمل علاماته، بنعمل لوحاته الرشيدية، نسهل اكتر على المواطن بحيث الطريق يبقى فيه ابهى صورة، بحيث يبقى يريح الاخوة المستعبدين للطريق. منطقة مهمة كمان وعليها ضغط كبير، يعني الطريق ده بيودي لاكتر من مكان. هو ده الطريق الدائري الاقليمي بيربط اربع محافظات، يعني المنتجة الشرقية. في طريق من القمح بنها الزقازيق او بنها من القمح الزقازيق، الطريق ده بيصب ليه، يعني اللي رايح الشرقيه ممكن يسلكه. بيخدم في منزل على طريق بنها المنصوره. ايوه. ده برضه هيربطه، هيربط اخواننا في المنوفيه برضه بكوبري اعلى زراعي، برضه هيريح الاخوه هناك. بيوم طبعا الغربيه، لان هو عدى الاليوبيه ودخل بعد بنها، فكده قدر يخدم على وسط الدلتا بالكامل. طيب دي بالنسبه للدلتا سياده اللواء عادل، مفيش حاجه نفرح بيها اهل الصعيد قريبا؟ لا، هو الصعيده الحمد لله اهالينا في الصعيد. احنا بدانا في ثلاث كباري او ثلاث محاور على النيل، فؤوس وديروت وسمنروت، بتكلفة هتوصل ل 3.5 مليار جنيه. في اخواننا اللي في سراو بنعمل الدراسات واجراءات الاسناد في دراو، ده محور هيكلف 1.5 مليار، يبقى كده 4.5 مليار. الاهم من كده
ان طريق الصعيد الغربي من دسور لغايه اسيوط نزل في المرحله الثالثه القومي، وبدانا في تنفيذ الطريق دوت. بنعمل الطريق ده 6 حارات ذهاب وعوده، بحيث نفصل النقل عن الحركه المروريه، 3 ذهاب للنقل و3 للملاكي والعربات الصغيره. ايوه في كل اتجاه. يبقى احنا كده بنحرر الطرق وبنظبط الطرق لاخواننا في الصعيد. هيبقى طريق واعد جدا، وبوعد حضراتكم ان حتى الحمولات هنعمل طريق خرسانه، بحيث ياخد الحمولات اللي جايه من المحاجر بتاعتنا بتاعت الرخام في المنيا، ويبقى الطريق امن زي ما عملنا طريق السويس باذن الله. بشكر حضرتك، وطبعا بنبارك لكم على كل هذه المشروعات، واحنا في انتظار المزيد ان شاء الله.